يا عمري متمسكتني بدل ما صورها اه الاخر لو تكسر خشمت بسم الله عليك بسم الله بسم الله. خلاص خلاص يا بابا نبي نقلبت على ما كنتي عليه. ما شاء الله ما شاء الله يا متابعين انبطحت ما شاء الله ما شاء الله يا حليلها. هلا هلا يلا 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 اسحب اسحب يا بابا يلا. ليلى يلا بابا قومي قومي صلي وروحي للمدرسة يلا يلا خلاص أذن الفجر يلا قومي يا بابا يلا. بابا لا ما شاء الله عليها هذه نايمة ورضعتها بجنبها بسم الله يلا بعد انتي صحي بعد. يا زين الحلوة يا زين لجينا ايوه 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 تمرضي يا سلام. يلا قومي يا ليلى يلا يلا بسم الله ما شاء الله ها نامت رجعت ونامت يلا قومي يا بابا خليتك قوية مثل اختك لجين يلا يلا. وانت بعد ما صحيتي ها يلا صحت صحت يا زينة يا زينة يا زينة عيونه يلا ها شعرة شعرة يلا قومي يا ليلى يلا المدرسة يا بابا يلا عشان تصلين الفجر يا بابا يلا الحين بصلي الفجر يلا قومي. بشوف اختك ما شاء الله عليها قامتها اشعر هذه وش فيها كلها شعر وجهها لولي لولي يلا يلا بابي يلا قومي عشان تفطرين انت وليزا يلا يلا عشان الحين تقوم تسوي الفطور يلا خليها تجيب ملابس يلا خلاص خليها تجيب ملابسك. ما شاء الله صحت ليلى للمدرسة الحين رايحة وين؟ وشو؟ ارفعي صوتك بسم الله ترفعي صوتك المدرسة المدرسة الحين لازم تصيري طالبة مجتهدة ما شاء الله تبارك الله هذه شنطتها يا متابعين تشوفونها ما شاء الله يلا يلا خذي شنطتك تروحين المدرسة وتصيرين طالبة مجتهدة مجتهدة ارفعي صوتك ما سمعت مجتهدة يلا عندكم طابور صباحي؟ يلا عندكم طابور صباحي؟ يلا يلا قومي الحين يلا تأخرتي يلا قومي هلا بالنايمة لا الحين نايمة انت اختك قامت وصحت يا زينة يا متابعين وهتصحى ذا الحلوة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله صباح الخير شو اخبارك؟ طبعا اختك ليلى راحت المدرسة يبيلها يمكن 3 ساعات 4 ساعات وتجي يا سلام تحب اختها يا متابعين ونروح انا وانتي وهي يا طولة العمر نتغدى وناكل ونشرب والحمد لله ان شاء الله بكرة تكبرين تروحين المدرسة قولي ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا زينك زيني يا زينك يا حلوك ساتر يا متابعين ليلى جت من المدرسة ونامت على طول لبست غيرت ملابسها ونامت. مساء الخير يا ليلى تغديتي؟ تغديتي ليلى؟ يلا يلا قومي تغدي يلا يلا الغدا يا بابا يلا بابا الا 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 قومي تغدي يلا عشان نروح اللولو تذاكرين معاها يلا يلا يا بابا الا 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 ما شاء الله تبارك الله يا بابا عشان تنامين الليلة بالليل ما راح تنامين علينا يلا قومي يا بابا يلا يلا عشان تنامين الليلة بابي بابي يلا عشان إذا أذن العصر إذا أذن يا بابا عشان يلا أنا أشري لك عصير عادي ما بعصب ولا شيء ولا شيء ما تبين شيء طيب نروح نلعب أنا وأنتي ولولو يلا لا وشفتي لو جاي يوم إنك كنتي من المدرسة تدورك تقول وين ليلى وين ليلى ما بابا لا يا بابا تنامين ما تروح تنامين طيب خلاص نامي نص ساعة خلاص عشان تتغدين بس أبغى تغدي ونامي يلا لا لا تغدي كولي ونامي لا لا ما نقدر يلا ها جات اختت ليلى علشان تتغدى جات اختت ليلى الحين شوفوها يا متابعين جالسة مع القطوة هلا يا ليلى تعالي تعالي عندي تعالي عشان تتغدين زين تعالي عندي عشان يلا اجيب الغد الحين ونتغدى جميع خلاص طلعيها طلعيها ان شاء الله عليك انت ما شاء الله عليك انتي بنتين شاطره شفتي اختك بكره تلعبين انت وياها بالحوش تركضون يلا تعالي ايه تركضين كذا يا زين ها يا متابعين يا زين ها النتفه يا زين هذا هذا حلو ايوه ايوه اعطيهم واحده يلا يلا اقلبي يلا بعد واحده قويه ثانيه يلا يلا يا بابا يلا بسرعه بسرعه يا بابا ايوه ايوه ها انتي ما شاء الله هلا يا حبيبتي مين خليها خليها موكي خليها بس افتح الباب عنها لا تسكرينها خلاص يلا 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 واحدة 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 هبة 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 يلا يلا أيوة سبحان الله تذكرونها وهي صغيرة متابعين الحين ما شاء الله كبرات إن شاء الله بكرة تكبر تروح المدرسة وبعدين تروح المتوسط والثانوي والجامعة يلا العافية وتشوفين عاد صورك هنا تكون ذكريات يا الله قبل 16 سنة وبعدين تقول يا الله قبل 18 سنة وبعدين تقول يا الله قبل 24 سنة الله عاد الأيام تمشي بسرعة يا لجين
الطير. ما شاء الله ما شاء الله يا متابعين انبطحت ما شاء الله ما شاء الله يا حلالها. هلا هلا يلا 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 اسحب اسحب يا بابا يلا يلا يا بطلة يلا سويها يلا بسرعة. ليلى الله يهديك يلا قومي يا بابا خلاص خلينا نروح زياد والياس يلا. بابي زياد والياس ولا ميم ولا لولو بابي. وش تبين طيب؟ يلا ولد. يا بابا الليلة ما راح تنامين علينا نمت الليلة والله ما تنامين الا الساعة واحدة. طيب يا بابا خلينا نروح انت روحي شوفي يمكن يجوز لك يلا يلا يا بابا يلا عشان بابا عشان 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 بابا انت وش اجيب لك ها عشان خاطري لا عشان عشان خاطر بابا عشان بابا يحبك ما ابي يلا يا بابا طيب انت اذا نمتي الحين تدري متى تنامين بالليل الساعة واحدة وصحيت الساعة 6 فما تشبين عادي انت خلينا شبانه طيب لا تشبين نوم الساعه 8 تجلدينها نوم الساعه 7 7 الساعه 7 اذا جت الساعه 7 تنامين ولا تصحين ان شاء الله الا الساعه 5:30 انا صحيت مثل اليوم الفجر اقول يلا قومي يا ليلى يلا يلا عشان ما تتعبين بابا يلا ما بقول لكم ماني يلا عشان شريت ايس كريم عشان شريت ايس كريم ايس كريم شريت طيب ما وش تبين يلا قومي طيب يلا عصير برتقال يلا خلي ليزا تسوي لي عصير برتقال ما ابي عصير برتقال ولا شيء ولا شيء هذه ما شاء الله تبارك الله عليها بس ها عضت هذه وش اسمها المصوره ها خلاص خلاص ليلى ما هي برايحه معي تروحي معي انت الجاي ان شاء الله تروحي معي يا عمري متمسكتين بذا المصوره ها الاخر لو تكسر خشمه بسم الله عليك بسم الله بسم خلاص خلاص يا بابا نبي نقلبك على ما كنتي عليه يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم متمسكة فيها متمسكة النتبة خلاص يا بابا يا زينة زينة يا زينة يا ناس يا حلوها ما شاء الله جت ليلى تشوف تتأكد هي ماسكتنا الحديدة هذه ولا لا شفتي أختك ما شاء الله تبارك الله يا ليلى خلاص كبرت أحس قاعد راسها خلاص يا بابا ايش رايك نشيلها نحطها على ايش اسمها فراشها لا تبي تلعبين معاها لا عماد وين عماد لا لا عماد خليه عماد كبير عماد تقنا نايم الحين خلاص يا بابا شوفي شوفي شلون تلعب يا زين اي يلا قوة اي اسحبي يلا يا خلاص خلاص تعالي ارفعي اختك يلا نادي عماد نادي نادي عماد اللي يرفعها نادي يا زينة هلا هلا والله عماد يلا حي هلا وغلا ما شاء الله ما شاء الله تجلس كذا ممتاز ايوه بس انت بلا تطيح هلا هلا والله هلا بالزين هلا اي تبي تلعب معنا يا زينة يلا نروح الحديقة يلا مشينا نروح حديقة حقت بيت بسم الله بسم الله ها شفتي شفتي ما يسمع كلام بابا